بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حابة كذا أعرفكم عن نفسي، أنا معكم المعلمة أماني فلمبان، فنانة تشكيلية، وطبعا في متوسط 17. إن شاء الله اليوم حنبدأ نشتغل ونرسم برسم تقني من طريق استخدام تطبيق اسمه فريش بينت. حنتعرف على هذا التطبيق. طيب هذا التطبيق موجود، طبعا هو مجاني، موجود عندنا في معظم البرامج اللي هي التقنية اللي هي في برامج الويندوز بلس. بس طبعا في شرط مهم، انه البرنامج هذا يكون موجود عليه، يكون البرنامج يكون في تاتش، او يكون عفوا السطح اللي بنشتغل عليه يكون تاتش أو يكون لمس، زي عندكم إذا كان شاشة الكمبيوتر تاتش أو الآيباد يكون عندكم تاتش، يكون جدا سهل. طبعا ممكن تستخدمين بالإصبع أو ممكن تستخدموا أقلام خاصة بنفس اللابتوب اللي ممكن حتشتغلوا عليه. طيب حنبدأ هنا نتعرف على أنواع وأدوات. هنا عندكم في الشريط هذا حنشتغل على برنامج الفريش بينت. طيب حنبدأ هنا نشوف مع بعض الفريش بينت. حنلاحظ هنا أول حاجة بتلاحظوا عندكم هذه النقاط، حنبدأ نشتغل مع بعض، بس حرجع مرة ثانية علشان نشوف. في عندنا حاجة اسمها علامة الزايد، بتعطيكم علامة الزايد هذه حاجة جديدة، يعني احنا حننفذ رسمة جديدة. في عندنا لوحة رسم حديثة، يعني أنا حأبدأ رسمة جديدة. إذا ما كان عندي خيار مثلاً لي خيار معين في اللوحات، ممكن كمان أختار اللوحات حسب الملمس الخاص باللوحة. طيب حنيجي نشوف اللوحات القماشية المخصصة. اللوحات القماشية المخصصة في عندنا عدة مقاسات. المقاس الأول في 9×16، طبعاً هذه كلها الأرقام تعتبر مقاسات لنفس اللوحة اللي حننفذها. طيب حنجي هنا مع بعض. أول حاجة مثلا لو جيت أنا اخترت مقاس 4×6، هذا المقاس 4×6 مقاس مستطيل. في عندنا حاجة لو جيت أنا أنفذ على كلمة تدوير، بتلاحظوا إن اللوحة بدأت تسيب بشكل رأسي. طيب حنبدأ هنا مع بعض حنشتغل على، حنشوف كل الرموز مع بعضنا. طيب كده تعرفنا انه طبعا هنا هذه اللوحات مقاساتها موجودة تحت كل لوحة، وكل شكل يعتبر مقاس اللوحة اللي حنرسمها. طيب حنيجي نختار هنا عندنا هذا الرمز، بتلاحظوا عندكم هنا اذا كنت بستخدم انا لوحة قماش، وهنا عندكم ورق زي الاوراق حقت الكراسة، ممكن تكون ملامسها تختلف، في فيها الخشن وفي الناعم، في تكون الكراسة اللي تكون ناعمة جدا. طبعا هذه كل الملامس اللي تكون مختلفة في نوع لوحة القماش، اللي هي لوحات الكانفاس ممكن تكون يعني تكون خشنة أو ناعمة. وطبعا هنا اختلافة، بتلاحظوا انه الاختلاف يكون واضح تماما في هذه اللوحات. طيب حنبدأ مثلا، نبدأ هنا حنستخدم هذه اللوحة. لو انا جيت اخترت لوحة قماشية خلاص هذا النوع. طيب حأقول هنا أبدأ رسم. من يوم فتحت وأعطيت أمر ببدء الرسم، البلدة حقت الألوان هي اللي نسميها لوحة المفاتيح أو الأدوات الموجودة في الرسمة. حنبدأ نشتغل، حنشرح عنصر أو أداة موجودة. حناخذ هنا المرسام، أو ممكن يكون ألوان خشبية، أو ممكن يكون ألوان فحم، كلها ممكن تكون بنفس الفكرة. طيب أول حاجة بتلاحظ هنا عندكم علامة الزايد والناقص. العلامة هذه كل ما جيت أنا عند علامة الزايد، بتلاحظ إنه الخط حيكون كبير، وأنا جيت علامة الناقص معناته حيكون عند الخط يكون صغير أو حيكون ضئيل بالحجم. هذه عندكم أشكال، طبعا لكل ما اخترت أنا لون اخترت اللون حيبان معايا اللون موجود في الأعلى. طيب هنا عندنا الأداة هذه الأقلام. طيب حنجرب مع بعض، حنيجي نشوف القلم، هذا القلم أنا اخترت القلم. حنيجي نشوف عندكم هنا الأقلام، لو أنا بشتغل عليها هذه الأقلام.
طيب في عندنا النوع الثاني اللي هو طبعا هذه الالوان اللي هي الوان الباستيل. خلاص الوان الباستيل طبعا هذه ممكن نرسمها، هنيجي نشوف مع بعض. شايفين الوان الباستيل؟ طيب بتلاحظوا هنا عندكم حجم حننقص مثلا، تعالي نجي نشوفه. شايفين الخط كيف احنا بنتحكم بطول وخط العرض نفس الوان الباستيل. طبعا هنا عندكم الباستيل اذا كان فيه مثلا انا برسم دائرة خلاص بعبيها، ممكن يكون هذا الباستيل طبعا يكون مدبب، لكن لو انا جيت برسم خطوط حادة فابدأ استخدم اللون، بتلاحظي خطوط مستقيمة بتعطيكم على هيئة زوايا. خلاص حتكون عندنا بخطوط مستقيمة، هستخدم هذا الخط او هذا الشكل من الادوات اللي هو طبعا الباستيل اللي هو على هيئة الزاوية. طيب احلى ما في هذا البرنامج انه جدا جميل للدمج. هنشوف مع بعض كيف انا ادمج اللونين. هنتعرف على طريقة دمج الالوان. هذه اللي عندكم طبعا انا عندي الباستيل بلون البرتقالي. حاجي لو انا حركت القلم بتلاحظوا انه بيندمج مع بعض في نفس الدائرة، بس طبعا انا اذا رفعت القلم حيعطيني لون ثاني، خلاص نفس اللون البرتقالي. طيب انا لو جيت بادمج اصغر الخط ابدمج هنا، طيب حيكون عندكم اذا انا كان عندي الخط القلم على الشاشة حيبدأ ادمج لي في اللون. خلاص شايفين الدمج للون، لكن لو انا رفعت القلم مرة ثانية حيعطيني لون الأساسي اللي أنا مختارته اللي هو البرتقالي أو الأورنج. شايفين حيعطيكي لون صحيح. اتعرفنا كيف ممكن أنا أدمج الألوان خلاص بهذه الطريقة. طيب حنتعرف على بقية الأدوات الموجودة كده دمجنا الألوان. طيب في عندنا هنا، في عندكم المساحة، وفي عندنا طبعا هنا هذه المساحة اللي احنا نسميها ايش، اقلام الدبارة اللي انا استخدمها عادة في الدمج. انا ممكن استخدمها وادمج بسهولة، طبعا حيكون عندي لون واحد وهنا ادمج فيها. شايفين الدمج؟ طبعا هنا اللون الموف بيندمج معي بتعطيك انتاج جدا جميل. خلاص هذا الاقلام الدبارة اللي بتدمج معانا الالوان. طيب في حالة ان انا اخطأت، في عندكم الاداة اللي جنبها هذه حتكون المساحة. تعالوا نيجي نشوف طريقة المسح. شايفين كيف بتمسح؟ إذا كان عندنا خطأ أو حاجة معينة حتمسحوها بهذه الطريقة. طيب فضل إذا نتعرفنا على المساحة، طبعا المساحة نفس الفكرة، أنا أصغر المساحة وأكبرها، ممكن يكون الخط كبير اللي بمسح به أو مساحة صغيرة أو خط صغير. تعالوا نشوف هنا صغرت المساحة، شايفين كيف المساحة صارت؟ المساحة خطها خفيف. طيب وطبعا كل ما كبرت علامة الزائد كل ما كانت المساحة أكبر. طيب كده استخدمنا الأدوات. فضل عندنا أدوات الفرش. في عندنا نوعين من الفرش. في عندنا الفرشة الأولى هذه، طبعا ما بين الفرش دي في عندنا زي العلامات هذه أو الستاندات تكون فاصل بينها، هذه للألوان المائية تعطيكم إنتاج الألوان المائية. حنشوفها مع بعض. الألوان المائية من يوم أضغط عليها حتلاقي مجموعة من الألوان الفرش. هذه الفرشة مثلا احنا نغير اللون. طيب حنيجي نشوف هنا هذه الفرشة، بتلاحظوا شوفوا نفس فكرة الألوان المائية، نفس إنتاج اللون المائي. هذه الفرشة العريضة، هنا الفرشة اللي تكون يعني تكون اللي احنا ممكن نستخدمها اللي هي زي المروحة. طبعا هذه الألوان المائية. طبعا هنا الفرش العريضة اللي هي تعتبر نوعا ما. طبعا هي الألوان هذه أنا كنت مستخدمتها من البداية، كنت أرسم فيها. حنعرف كيف طريقتها. هذه طبعا كلها الألوان المائية. طبعا كل ما أنا رحت، هذا خط خفيف، بتلاحظوا شوف الألوان المائية كيف ألوان خفيفة، خلاص جدا خفيفة، وأنا كل ما رحت وجيت على نفس اللون حيزيد ويغمق اللون زي كأني أنا برسم بالألوان المائية. طبعا لما أجي أرسم واحدة مرة يكون الخط خفيف
لكن لما أنا أرجع وأعيد مرة ثانية نفس فكرة الألوان المائية حيكون جدا عندنا عريض. طيب عندكم هذه كذا الألوان الفرش تعرفنا عليها. طيب في عندنا حاجة تانية حابة كذا أوريكم هذه الألوان نسميها الألوان المائية. خلاص لو أجينا بعد الحاجز هذا في عندكم نوع تاني اللي هو الألوان الزيتية الفرش الزيتية، هذه كلها حتكون ألوان زيتية. خلاص حنشوف مع بعض فرق ما بينها وبين الألوان المائية. طيب حنجرب هذه الفرشة، شوفوا معايا بتلاحظوا الألوان الزيتية تكون ثقيلة، تكون ثقيلة جدا. وإيش عندنا بتلاحظوا إنه فيها لو كان استخدمت أنا الورق اللي يكون فيه تأثيرات يمكن لاحظوا معايا بتلاحظوا إنه الورقة خشنة. طيب حرجع أنا أدمج اللونين، أخذ هنا اللون، طبعا بتلاحظوا عادة مستحيل إني أنا أدمج اللون ألوان المائية بالألوان الخشبية، هذا عندكم الزيتي، لكن مستحيل ندمج مع الألوان المائية صح ولا لا؟ الألوان المائية مستحيل ندمجها مع الألوان الزيتية، بتلاحظوا إنه الزيت يغطى على الألوان المائية. طيب أنا حاجي أستخدم لون تاني خلاص عشان أدمجهم، حأخذ اللون وأبدأ أدمجه. ما استخدمت لون أنا هنا. طيب حأخذ لون مثلا هذا، حأبدأ بتلاحظي إني أنا اللون هنا اندمج، هذه الألوان الزيتية طبعا بتعطيكي نفس تأثيرات الألوان الزيتية، سواء أنا استخدمت الفرش العريضة أو استخدمت الفرش الرفيعة بتعطيني نفس إنتاج الألوان الزيتية بالشكل نفسه. طيب هذه الألوان الزيتية، تعرفنا على الألوان الزيتية. طيب أنا أحتاج إني أشوف هنا باقي لنا الألوان، هنا عندكم مجموعة من الخانات، هذه الخانة الأولى عندكم مجموعة الألوان بتعطيكي بلتة الألوان كلها، هذا اللون مثلا الأحمر خلاص لو أنا وضعته بيكون عندكم الأحمر الصارخ. فرضا إنه أنا ما عندي زي ما إحنا مثلا البنات يقولوا يا أبلة أنا ما عندي اللون الأخضر أو ما عندي مثلا اللون كيف إحنا ممكن نكون الألوان. يلا طب أنا حينها وضعت اللون الأحمر، وضعت اللون الأحمر، أبغى أنفذ لون البشرة مثلا لو أنا بدي أرسم بورتريه، طيب حأخذ اللون الأبيض وأرجع لبلتة الألوان وأضيفهم مع بعض. بتلاحظي إني أنا هنا دمجت اللون خلاص، ممكن أنا أضيف كمان وبعد كده أبدأ أدمجهم مع بعضهم عشان تعطيني لون البشرة. خلاص حابدأ أخذ مثلا الأبيض هنا شوية كمان وأرجع للبلتة وأجي أدمجهم مع بعضهم بتعطيني البشرة الفاتحة، هذا اللون اللحمي أو لون البشرة. طيب أنا كده عندي زي ما إحنا كيف من نرسم ناخد مجموعة ألوان نحطيها في علبة علشان ما أرجع كل شوية أكون لون. هنا عندكم علامة الزايد، هنا معناته إني أنا خلاص دمجت اللون الموجود هذا عندي، موجود خلاص موجود مدموج مندمج أو متكون، كونت هذا اللون خلاص موجود عندك في العبوة هذه.